السلام عليكم أعزائي مشاهدينا ومتابعين مكتبة المعرفة العامة وكذلك زوار مكتبة المعرفة العامة. اليوم معنا شرح جديد وفيديو جديد. سوف نقوم اليوم بشرح برنامج جديد اسمه ليب درويد. يمكنك هذا البرنامج من تشغيل تطبيقات الأندرويد على الكمبيوتر وكذلك يمكنك من لعب جميع ألعاب الأندرويد على الكمبيوتر، ودي تعتبر طريقة بديلة لبرامج محاكاة الأندرويد. فالبرنامج ده بصراحة برنامج خرافي لأنه بيمكنك من التحكم كأنه أندرويد بس بيكون منفصل عن الكمبيوتر، يعني برنامج لوحده. هتشوفوه معنا دلوقتي. رابط تحميل البرنامج أعزائي سوف تجدونه أسفل الفيديو. هتلاقوا رابط هينقلكوا على المكتبة، وبعد كده رابط تحميل البرنامج هتلاقوه في رابط موقع المكتبة. يعني قبل ما نبدأ بقى خلونا أوريكم، طبعا أحب أعرفكم بقناة مكتبة المعرفة الموجودة على اليوتيوب. يمكنكم تصفح الفيديوهات الموجود عليها. إذا أعجبتكم أيها الزوار يمكنكم الضغط هنا على الزر الأحمر اشتراك أو سبسكرايب لمتابعة آخر فيديوهات التقنية معنا، وكذلك لا تنسوا صفحة مكتبة المعرفة العامة الموجودة على الفيسبوك. أيضا يمكنكم الضغط هنا على أعجبني وشاهد أولا لتشغيل آخر إشعارات على الفيسبوك. وإذا رغب أي منكم بشرح معين أو بمشكلة أمامه يمكنه الضغط هنا على رسالة وإرسال لنا رسالة على الفيسبوك بشرح معين، وسوف نقوم بإذن الله بشرحه وبحله. وكذلك الموقع الخاص بمكتبة المعرفة العامة يحتوي على جميع الشروحات التي قد تم شرحها قبل ذلك، يمكنكم تصفحه كما تشاءون. وكذلك به قسم مهم جدا، قسم سيرفرات السي سي كام. به سيرفرات تمكنك من فتح القنوات المشفرة على الرسيفر ومشاهدة القنوات العالمية على أي قمر، ومتابعة أيضا الدوريات الرياضية. نعود لموضوعنا. هنروح، ده رابط تحميل برنامج، هنروح نفتحه من هنا كده. بعد كده هننتظر 5 ثواني اعلانات، وبعد ذلك سوف نضغط اسكيب اد او تخطي اعلانات. عذرا، سوف تظهر لنا هذه الصفحة، ننتظر فيها 5 ثواني وبعد ذلك نتخطى اعلانات او سكيب اد. كذلك هنا بعد كده هننقلنا على الموقع الرئيسي للبرنامج. هو ده البرنامج اعزائي، برنامج يمكنك من محاكاة الاندرويد على الكمبيوتر بالظبط. هنا هنضغط على داونلود فور ويندوز علشان نحمله على الكمبيوتر. هنضغط عليها، طبعا انا حملته قبل كده. رابط البرنامج مساحته كبيره شيئا ما، هو تقريبا ربع جيجا، 265 ميجا يعني. هنسيبه يحمل وبعد كده ترجعوا معايا علشان تتابعوا معايا شرح البرنامج. تمام. طيب ادي شكل البرنامج اهو بعد ما نزل، هو ده شكل البرنامج بعد ما نزل بالمنظر دون. هنروح نفتحه عشان نبدأ التسطيب، هنقول له يس. بعد كده ده واجهة التسطيب بتاع البرنامج، هنسيبه يسطب براحته خالص. شايف اللي هو بيحكي لك ان هو يعني ايه، بيقول لك استمتع بشاشة كاملة في لعب الالعاب على الكمبيوتر عادي يعني. ده هيبقى شكل الكمبيوتر من جوه. تمام اعزائي، عدنا مرة اخرى بعد ما البرنامج خلص تسطيب. واول ما يخلص تسطيب على طول هتظهر قدامنا الشاشة اللي فتحت قدامنا ديان شاشة البرنامج اللي هتفتح بعد ما يخلص تسطيب، عامل كده. تمام، في رسالة ظاهرة عندنا هي هنقول له
ان هو يعني ايه نسمح له بالاكسس علشان يندمج مع الانترنت الخاص بالكمبيوتر. طيب نقفل بقى البرنامج تاني. خلوا بالكم ان هو اول ما بيسطب البرنامج نفسه على الكمبيوتر بتظهر قدامنا هنا ايقونتين. الايقونتين دول عبارة عن هي مفيش فرق، بس ده يعتبر لمستخدم، يعني مثلا استخدمه انا، استخدم ده في ام 1، ومثلا اخويا او والدي او اي حد مثلا من العيله يستخدم اللي التاني ده. ماشي، دلوقتي انتوا هتعرفوا شكل البرنامج من جوه عامل ازاي. طيب هنفتح مثلا الاولاني ده في ام 1 دي، بدايه التحميل هتفتح بالشكل ده كده زي ما احنا شفنا قبل كده. تمام، نقدر بقى نفتح القائمة دي على الآخر كده. تمام، ده شكل البرنامج من الداخل أهون. هو عبارة عن هاتف جوال أندرويد داخل الكمبيوتر الخاص بك، وإن صح الكلام هو ليس هاتف بل تابلت. إزاي عرفت؟ هندخل هنا على القوائم، بعد كده هندخلنا على سيتنج، بعد كده ننزل تحت كده بالماوس أباوت تابلت، يعني تابلت. طيب الامكانيات بتاع الجهاز كويسة، يعني مش وحشة. الاندرويد بتاعه 4.4.4 كيت كات، يعني قادر على تشغيل اي من الالعاب واي من التطبيقات ايا كانت. بعد كده هنرجع للصفحة الرئيسية من هنا كده. طبعا التابلت اللي قدامنا ده موجود في بلاي ستور عادي. بقى ندخل على البلاي ستور مثلا، وهيطلب مننا ان احنا نضيف اكونت جوجل. علشان بقى نضيف حساب جوجل اكونت في خيارين، يا اما نيو يا اما اكزيستنج. نيو لو انت ما عندكش حساب وهتعمل حساب فتتبع خطوات وتعمله، اكزيستنج فده لو كان موجود. هندوس عليه وهسجل الدخول وبعد كده ارجع لكم تاني. تمام، دلوقتي هو انا اعزائي المتابعين بعد ما اخلص تسجيل هنقول له تمام، ادخل على جوجل بلاي. بعد كده هيقول لنا خيار اللي هو الدفع، هنقول له لا مش عاوزين دلوقتي. بعد كده هيقوم مدخلنا على جوجل بلاي الصفحة الرئيسية بتاعته، هننتظر لحد ما تحمل. بعد كده هتظهر لنا الرسالة دي، هنقول لها اكسبت، وبعد كده تظهر الصفحة الرئيسية للمتجر بتاع جوجل بلاي. وادي الالعاب اهيا، اقدر ادوس على اي لعبة مثلا واقول لها انستيل تنزل واسطبها والعبها زي ما انا عايز بكل حرية. تمام، تيجي مثلا نجرب لعبة، هننزل مثلا سبوي، هنقول له انستيل، ونقول له اكسبت عادي خالص. وبالطريقه دي يعني يبقى انت برضو بتتحكم في الجيميل بتاعك اللي هو حسابك جوجل بلاي اللي هو موجود على الهواتف اللي بتستخدمها وعلى حساب اللي احنا مستخدمينه دلوقتي. اوقف فيديو على ما اللعبه اتحمل وارجع لكم تاني. اهو اعزائي مشاهدينا البرنامج اهو في حاله التسطيب بتاع اللعبه. طبعا في هنا برضو سلايد بتنسحب بتاعت، بنسحبها كده عادي كانه محمول اهو. هندوس عليها علشان نفتح اللعبه. تمام، هنقول له اوكي. طبعا دي اللعبه بالتحديث الاخير بتاعها، بتحمل بسرعه عاليه في التحميل. بعد كده نقدر نلعبها عادي بكل سهوله، ندوس كده ونبدا نلعبها بكل سهوله كده اهون كانه كمبيوتر اندرويد بالظبط. بيوفر لنا الكلام ده البرنامج اللي هو لب درويد، برنامج ممتاز. الى الان يكون فيديو اليوم قد انتهى. اذا اعجبكم الفيديو يمكنكم مشاركته على صفحاتكم الاجتماعية. لا تنسوا اعزائي متابعينا بالنسبة للزوار الاشتراك على في القناة بالضغط على زر اشتراك او زر سبسكرايب الاحمر الموجود في قناة اليوتيوب لمتابعة اخر فيديوهات التقنية. ولا تنسوا ايضا اعزائي صفحة الفيسبوك الموجودة على يمكنكم التخط بها على اعجبني وشاهد اول مشاهدة اخر اشعارات. وكذلك موقع مكتبة المعرفة العامة به جميع الشروحات
ولا تنسوا قسم السيسي كام إذا كنتم تحتاجونه. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.